حياتنا والروح الصورة أخرى. أقول له الراتب مالتي وين؟ الشيخ خميس الخنجر الممول لبرنامج البشير شو حسب ما يشاع وحسب الكتب اللي شفناها ما أقدر لا أنفيها ولا أكدها اليوم أنت ضيفي وأريد من عندك أعرف. الممول للبشير شو الممول للأخوة النظيفة الممول لأحمد وحيد قالوا طبعا الممول للتقنية من أجل السلام الممول لولاية بطيخ هذا معيب؟ ما معيب مو هسه أجيك إذا كان هو فعلا ممول لهذه الأشياء أو دا يدعم هؤلاء الشباب اللي هم كلهم يدعون لنبذ الطائفية ومحاربة الفساد فإذا الرجل زين يعني ليش رايجي من عنده بالعكس المفروض هنا نشكر على اللي دا يسويه بس أقول لك إنه عند الإمكانية أني مول كل هاي الجهات برأيك؟ يعني ما أعتقد هي أعتقد هي عند الإمكانية شنو المشكلة يعني عند الإمكانية مول كل هاي البرامج؟ ما أعرف إذا واحد إلى الواهس إنه يمول هيك أشياء يعني لا أحكي عن الإمكانية المادية ربما أي أعتقد هو رجل أعمال يعني من حق الناس أنت تسائل هذا التساؤل يعني هو الناس بالتالي اتهمك بهذا الاتهام ما هو الاتهام طلع من خلال كتاب مزور مال على الفيسبوك وعرضه بوقتها حتى بعض الإعلاميين عرضوه بالتلفزيون وهذا الكتاب كان بي أيضا هواية أسماء صراحة أفتخر إذا كنت أنا منو؟ واحد من عدم السرمد الطائي مثلا كان موجود بهذا أساس كتاب آخر ما أتذكر منه بالضبط بس كان أكو أسماء ما يعني وقتها ما أتذكر يعني وفق ما ورد بالكتاب سرمد الطائي أيضا استلم وياك نفس المبلغ اللي أنت استلمته لا أنا أقل أنت إيش قد 3000 بس 3000 دولار بالشهر هذولاك خوش أنا والله 10,015 حلو بوقتها رت أقول له كتبت بوست بنفس اليوم قلت لهم أولا يعني إذا صدق فالله يسمع منكم إن شاء الله وثاني شيء اللي سويت الكتاب ده حط له صفر يعني على الصفر خسران حلو. بس حتى يسويها واقعية يعني نهائيا ماكو أي تمويل اللي صار إنه إحنا أول موسم طلعنا بالبرنامج لما كان البرنامج ما حد يعرفه كان البرنامج بعده فكرة حلو. القناة الوحيدة اللي قبلت إنه تأخذ البرنامج مثل ما هو بدون ما تتدخل بمحتوى وتعطينا الفرصة كانت قناة الشاهد المستقل المملوكة طبعا الشيخ خميس الخنجر يعني مو لسعد الأوسي مو سعد الأوسي كان مدير بها هو كان مملوكة مالته القناة الوحيدة فإذا كانت هذه القناة في ذلك الوقت مثلا نفرض قناة آفاق المملوكة لنور المالكي أو قناة العهد المملوكة للشيخ قيس الخزعلي قدمت لنا نفسها عرض شنو راح نقبل هي الفكرة مالتنا أنه كانت أنه نقدم البرنامج بدون ما حد يتدخل بمحتوى سواء حتى إذا انتقدنا صاحب القناة نفسه وهذا الشاهد المستقل بوقت القناة الوحيدة يطلتنا هاي الفرصة انتقدت صاحب القناة نفسه؟ ما صارت الفرصة مو قلت لك البرنامج هو شنو تأخذ الأحداث مال الأسبوع وتجيبه وتنتقد على أساس هاللي صار بس أنت ما تجي مثلا على واحد سوي شغلة قبل 4000 سنة وتجي عليه تطلعها اليوم أو راح يسوي ناوي يسوي هسا قلنا من حق الناس أنه تتهمك بهذا الاتهام أنه برنامجك ممول من خميس الخنجر تتوقع من حق الناس لو مو من حقهم لا مو من حقهم لطالما دا يقدم البرنامج دا يقدم فكرة نظيفة ودا يقدم أهداف أنا أعتبرها أو الجمهور يعتبرها سامية فإذا كان دا يمولها نتنياهو أو يمولها شوف منه أنا ميركل أنا أشوف وتجي غير هسه المفروض هم يقولون هسه هذا ميركل تموله لأنه إحنا بدنا نبيع البرنامج القناة دي دبليو ألمانية بس ما دا يقولوها ما أعرف ليش هي هاي الفكره حلو. اللي قلت عليها ما تناولت الشيخ خميس الخنجر في برنامجك ما صارت فرصه وبعد احنا بالبرنامج ناخذ غالبا المسؤولين المتنفذين عن شان الناس المسؤولين الحكوميين رجل بعدها استوى ده يقول يا الله بالعمل كم سنه صار لك بالبشير شو 3